الحمد لله شرف لي يعني نكون في الفريق الوطني الاول، شرف كبير ليا لي وعائلتي. ان شاء الله الواحد يخدم باش يحكم بلاصه في هذا المنتخب، وهذه ان شاء الله. واش تكلم معك المدرب الوطني؟ اسكو كي تجيك اليوم تكلم معاك ولا اتصل بك؟ كيفاش كان؟ اول ما اتصل فيا كنت فخور جدا، كنت فرحان كما اي جزائري يتمنى يلعب في هذا المنتخب الكبير. ان شاء الله نكون في حسن الظن وكاع ستاف ان شاء الله. ان شاء الله بيان سور، ان شاء الله دوك حنا رانا كاليفي لكاس افريقيا، ان شاء الله الواحد يخدم باش يلعب وباش يبين بلاصتو ان شاء الله في المنتخب. وان شاء الله جوستمون لابسونس تاع بن سبعين البريمي ماتش تكون نقولوا منافسه بينك واي عبد الله الى المنصب، تشوف بلي قادر تعطي اضافه للمنتخب الوطني؟ بيان سور الحمد لله، راهو حنا المدرب وستاف هما اللي خيروا، هما اللي يشوفوا هالمنتخب اللي يكون واجد يجي لهنا. وان شاء الله الواحد يخدم باش يحجز مكانه ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله. شكرا. صح.